عندما قدم المجلس في رمضان الماضي النسخة الأولى من هذه المباسم التي كرست بطاقات الاعتراف، التي كرست بدعم الفنانين المراكشيين، والتي كرست أيضا بإشعاع ثقافي بمقاطعة المنارة التي دعت على أن تكون منارة حقيقية للثقافة والفنون. مرحبا بكم مرة أخرى. فقط أذكر أنه برنامج هذه الأيام حافي بمجموعة الألوان الفنية، حيث سيكون لنا لقاء مع مجموعة المشاهد يوم السبت المقبل. أيضا سيكون لنا لقاء مع جمعية وهد الحور يوم الجمعة، وحفل الاختتام سيكون مع مسرحية جميلة من مدينة الرباط بتوقيع الأستاذة هاجر الجندي. أما الآن واليوم بحفل الافتتاح، احنا سعداء جدا لا مجلس مقاطعة المنارة بقيادة السيد الرئيس والأعضاء الحاضرين سيدة النائبة الأستاذة شكيم التي شرفت هذا الحضور أمام اليوم، سعداء بأن يكون حفل افتتاح من توقيع مراكشي لمسرحية آن في التي أتمنى أن تنال إعجابكم. على بركة الله، بسم الله مرساها ومجراها، فرجتكم ممتعة. النسخة الثانية ديالو، وحنا اليوم حضرنا العرض المسرحي اللي عرف واحد الحضور وازين، وكان عرض جيد ومستوى عالي، وإن شاء الله عندنا حفل آخر في الحميد دار قطب المواطن، غادي يكون فيه فرقة المحن، وإن شاء الله نهار السبت عندنا المشاهد العرض الثالث غادي يكون تاهو في قطب المواطن في الحميد، والعرض الأخير إن شاء الله غادي يكون نهار الحد هنايا بالمركب المركب الثقافي في عرض مسرحي آخر لفرقة مسرحية أخرى، ونتمناو يدوز كل شيء بخير على خير والناس يعجبوهم العروض، والحمد لله راه تيكون الحضور وازين. وشكرا لكم. اولا السلام عليكم وشكرا لكم بزاف الحضور ديالكم معنا في العرض المقبل الاول كما كنقولوا الفرنسي لا بروميير ديال الصحيه ديال 2000 اللي هي اول تجربه ليا في الاخراج. نتمنى ان نراقب الجمهور الكريم ديال مدينه مراكش، ان شاء الله تكون جوله في جميع المدن المغربيه. كنبغي نشكركم بزاف بزاف، ونتمنى نشوفكم في احسن الظن، كنبغي نشكر جميع الفنانين اللي جاوا. مسرحيه 2000 هي مسرحيه كوميديا درامية كتحدث على المرأة من الطفولة حتى حتى كتشرف حتى كتكبر، نتمنى أنها تكون في متناول هذا الإعجاب ديال الجمهور. مراكش مع مدينة وكان اليوم الأول عام في مدينة مراكش، كنا فرحانين وسمحوا لنا إلى كان بعض الأخطاء كنتعرفوا شوية باقي بنادم مخلوع وباقي مسؤول ما عرفناش شنو ردة فعل ديال الشعب. شكرا لكم ونتمنى أن الشابات معايا لا طاهرة ولا مجدة ولا شريف ولا بدر ولا كاع الإخوان اللي كاينين معانا، فشكرا لكم مرة ثانية ورمضان مبارك وعيد مبارك وشكرا.